للأمانة أنا من شفت يعني شفت بداية دراستي في مجال الأمن السبراني وفائدة هذه المجتمعات لي كطالبة كطالبة ماجستير وبعدين كشخص اشتغل في بروجكت ولقي الفائدة من هذه المجتمعات. أنا لقيت أنه أنا لازم أكون جزء من هذا المجتمع، جزء فعال، خصوصا أنه نشوف هذه المجتمعات نشطة أكثر عالميا لكن ما نلاقيها كثير محليا، وهذا الشيء اللي مشكور عليه الاتحاد السعودي للأمن السبراني وكمان جميع الجهات اللي بتشتغل على زيادة العمل على صناعة هذه المجتمعات فعلا. وتفعيلها في المجتمع وزيادة الوعي بالأمن السبراني، هذا الشيء بيخلق عندنا هذه المجتمعات محليا. وأطمح صراحة مستقبلا أنه حتى المجتمعات هذه تكون موجودة محتواها باللغة العربية حتى عشان أنه إحنا نقدر نثري المحتوى العربي في مجال الأمن السبراني.